يعني ده يعمل الكارثة بتاعته بيتروس متابيلا في 94، لكن بعد 10 سنين في 2004 يتم ثبوت تلقيه لريشة في جنوب أفريقيا ويشطب مدى الحياة. بس اللي عمله في ماتش السوبر مش طبيعي. هنعيد لكم تاني نشوف العنف اللي عمله إيمانويل أمونيكي مع أسامة عرابي، وبعد كده يطرد محمد يوسف. وتروح كرة لياسر ريان، ياسر ريان يخش. الكرة في رجله، انما اعتقد ان نادي الزمالك هيبدا عندك نصار يمين على الجبهة اليمين عشان يعاون أشرف يوسف، والتحام ما بين يوسف وأشرف، محمد يوسف وأشرف يوسف، تشابه أسماء طبعا، وروح طيبة من حسام، وضربة حرة مباشرة. للنادي الأهلي. حكم صاحي جدا وقريب من كل كورة. وما بيبصش للي معاه كرة فقط، انما بيبص لبقية الزملاء برضو بطرف عين. اهو اللاينزمان بيقول الحكم يا ريت الصورة تيجي، بينبهه ان في التحام. راح اهو وراجع له تاني بطرس، بينبهه اهو اهو هيدي انذار. يا ترى لمين؟ لمحمد يوسف تقريبا، لان اللاينزمان اللاينزمان اري سلتاتوس نبأ الحكم وقال له حاجة، على طول طلع كارت الأصفر لمحمد يوسف. ست انذارات، ده كارت أحمر. شفت براءة الحكم؟ شفت الابتسامة الوديعة؟ فكرني برياض الأصابجي ما يعمل بريء في الأفلام. يعني حاجة مش ممكن، الفاول لمحمد يوسف وكرة اتحطت تنتهي بطرد محمد يوسف أول مرة، والفوز يتنفذ لصالح الأهلي. يعني حاجة غريبة جدا. إنما لما تيجي تقول لي بقى، ما في كل مرة المصيبة اللي بتحصل ضد الأهلي، لكن الإيقاف لوقائع لا علاقة لها بالأهلي.